مرحبا أصدقائي، مرحبا بكم معنا في إطار واحد الكور جديد ديال الماركتينغ استراتيجيك. ودخلنا دابا الشابيتر ديال الدياغنوستيك، من بعد ما شفنا دخلنا الشابيتر ديال الدياغنوستيك استراتيجيك، يعني من بعد ما شفنا واحد المقدمة على سيكواين استراتيجي وعلى لا ديفينيسيون ديال استراتيجي وعلى البلان استراتيجيك، يعني كيفاش كتكون لا ديمارش استراتيجيك ولي زيتاب اكسيتيرا. دونك من بين لي زيتاب اللي شفنا في الدياغنوستيك في الديمارش استراتيجيك، شفنا واحد ليتاب اللي هي كروسيال تري امبورطونت اللي هي الدياغنوستيك استراتيجيك. يعني الدياغنوستيك كندير واحد التحليل شامل ومدقق، وشفنا بان كاين عندنا دياغنوستيك اكسترن يعني او نيفو دو لونفيرونمون المحيط ديال لونتربريز، وشفنا بان كاين واحد دياغنوستيك اللي هو انترن اللي عنده علاقه بالونتربريز ال ميم، لي فونكسيون ديالها، لي داس ديالها اكسيتيرا. دونك اوجوردي غنبداو بالدياغنوستيك اكسترن، سيتادير لي كي سي بونش سور l'environnement de l'entreprise. Donc, diagnostic stratégique. Donc, la première phase de la démarche stratégique porte sur des opérations d'analyse aussi bien internes qu'externes. Donc, une démarche stratégique, l'analyse, diagnostic soit à l'environnement de l'entreprise, soit en interne de l'entreprise. Donc toute réflexion et tout projet stratégique lié à la création ou au développement d'un courant d'affaires doivent être initiés par un diagnostic qui s'exprime sur deux dimensions. Diagnostic externe, analyse de l'environnement, et diagnostic interne, analyse de l'activité. بان كل نشاط تجاري او افير او اي مساله او اي ايتود مارشي كنبغون اي ايتود كنبغون نديروها باش نديرو واحد خطه استراتيجيه، فاننا كنديرو واحد الاناليز واحد دياغنوستيك كنديرو واحد يعني واحد الاناليز واحد التحليل شامل مدقق سواء على المستوى الداخلي ديال الشركه ولا المؤسسه ديالنا، يعني كندرسو النشاطات ديالنا من الداخل سواء على مستوى المحيط لونفيرونمون. Donc, les deux types de diagnostics seront ensuite synthétisés à l'aide de l'analyse SWOT, donc qui constitue un outil d'analyse de base permettant de déterminer pour chaque domaine d'activité ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces. Donc, les deux types de diagnostics, il y a un diagnostic interne ou diagnostic externe. Après, il y a un diagnostic في اطار واحد الماتريس، هاد الماتريس كتسمى سوت، يعني هاد الماتريس سوت فيها كنحددوا لي فيبليس ولي فورس يعني نقاط الضعف ونقاط القوه ديال الشركه، وكنحددوا لي مناس لي زوبورتونيتي يعني الفرص والاخطار اللي ممكن تكون محدقه بالشركه ديالنا. دونك غنبداو بالدياغنوستيك اكستير، يعني هذيك الدياغنوستيك اللي كنديروه على المحيط الخارجي ديال لونتربريز. Donc, le diagnostic externe porte sur une analyse de l'environnement de l'entreprise. Il y a un diagnostic externe, qui est celui-ci désigne l'ensemble des données externes qui influencent son activité et son marché. Il y a un diagnostic qui est externe, يعني جميع المعطيات والمتغيرات اللي كيأثروا على المحيط ديال الشركه وعلى السوق اللي كاينه فيه هاد الشركه هادي، que ce soit de manière directe micro environnement ou indirect macro environnement. دونك سوا كيكون واحد التاثير مباشر، يعني كيكون كتكون هذيك الميكرو المحيط الصغير ميكرو انفيرونمون، او بشكل غير مباشر يعني واحد المحيط اللي هو كبير واسع. Donc le macro environnement. Donc le problème ne consiste pas à les recenser, mais à dresser un bilan qui permettra de les analyser en termes d'influence sur l'entreprise. Donc là, ماشي الهدف ديالنا هو نديرو واحد الاحصاء عام وشامل لجميع هاد المعطيات اللي كتاثر في السوق ديال الشركه واللي كتاثر في النشاط ديال الشركه، وانما كنديرو واحد البيلون، كنديروا واحد المخطط يعني واحد الطابلو اللي كنبينوا فيه
يعني الخطوط العريضة والكبرى اللي كتأثر في الشركة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، باش كنقدروا نديروا واحد التحليل باش نشوفوا شنو هو التأثير ديال هذه المعطيات على الشركة ديالنا. دونك لو ماكرو انفيرونمون، يعني المحيط اللي كيكون واسع، يعني دونك المسائل المعطيات اللي كتأثر على الشركة بشكل يعني غير مباشر. دونك لو ماكرو انفيرونمون اي لانفيرونمون جلوبال دو لونتربريز. دونك الماكرو انفيرونمون هو داك المحيط الكبير والشامل اللي كيدور في الشركة. Il inclut toutes les influences au niveau national et international de la démographie, de l'économie, de la culture, de la politique, des technologies, du contexte juridique, etc. يعني المحيط الماكرو انفيرونمون هو داك المحيط الشامل والكبير، يعني كيكون على المستوى الوطني والدولي، يعني يعني اللي كيتجلى في التغيرات الديموغرافية، في السياسة، في الاقتصاد، في الثقافة إلى غير ذلك، والمسائل القانونية إلى غير ذلك. Donc, le diagnostic stratégique doit analyser la capacité de l'entreprise à relever le défi que présente la prise en compte de l'environnement. يعني المحيط ديال الشركة كيشكل لها واحد التحدي. دونك حنا مني كنديروا واحد التحليل لهذا المحيط، فكن كن 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 من خلال هذاك التحليل اللي كنديروا للمحيط ديال الشركة ديالنا، فاننا كنقوموا بهذاك التحدي، وكنحاولوا نتجنبوا هذيك الاخطار اللي ممكن تكون عندنا، وكنحاولوا نلقاو يعني الفرص اللي تكون متاحة لنا في السوق. دونك il s'agit de saisir les opportunités et de transformer les menaces en opportunités. يعني او بتعبير اخر، اننا كنستغلوا الفرص وكنحولوا الاخطار الممكنة الى فرص ايضا. دونك لو موديل بيستيل un double objectif, décrire d'une part le macro-environnement et ses principales composantes et d'autre part comprendre son évolution et envisager les changements futurs de ses principaux acteurs. Donc, في هذا الصدد وفي هذا الإطار غنشوفوا واحد الموديل بيستيل، يعني كيف ما شفنا بوليتيك ايكونوميك سوسيولوجيك تكنولوجيك ايكولوجيك ليغال، يعني كل ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وتكنولوجي ايكولوجي وقانوني. دونك هاد المعيار اللي كنديروا به التحليل الماكرو انفيرونمون بيستيل، وكيخلينا من جهة اننا نعرفوا المحيط الشامل والكبير ديال الشركة ديالنا اللي غنخدموا عليها، وكيخلينا ايضا نعرفوا هاد الشركة كيفاش يمكن ليها غادا تطور من بعد، كيفاش غادا تستمر في التطور ديالها، وشنو هما التغيرات اللي ممكن يوقعوا اللي غيأثروا في هذه المقاولة أو هذه المؤسسة. دونك غنبداو إن شاء الله غنبداو نفصلوا في هذا الموديل بيستيل، وغنشوفوا كل حاجة أشنو الشرح ديالها. أولا في هذا الموديل بيستيل العامل الأول اللي كاين هو البوليتيك، يعني السياسة. يعني il s'agit de l'environnement institutionnel qui définit le cadre dans lequel l'entreprise intervient. يعني هو المحيط الدستوري اللي كيبين لنا الاطار اللي كتخدم فيه الشركه، الاطار السياسي والدستوري اللي خدامه فيه الشركه. Ainsi, l'entreprise doit prendre en considération le régime politique et l'intervention de l'État dans l'économie. يعني الشركه او المقاوله خصها تكون واخده في الحسبان ديالها النظام السياسي اللي كاين في البلاد والتدخل ديال الدوله في الاقتصاد. Donc on distingue principalement les facteurs suivants. Donc عندنا بشكل عام لهاد العوامل اللي كاينه في السياسه، هي عندنا اولا ستابيليتي بوليتيك، يعني واش كاين واحد الاستقرار سياسي. فيسكاليتي يعني النظام الجبائي والضرائب الى غير ذلك كيفاش عامل. الطو دانتيغي اي كونديسيون دو مارشي فينانسي، يعني نسبه الفوائد وظروف السوق الماليه كيفاش داير، واش كيمشي في الصالح ديالنا او لا عكس المصالح ديالنا. ليجيسلاسيون دو ترافاي كيفاش داير، قانون الشغل كيفاش داير. الكوميرس اكستيريور يعني التجاره يعني مع الخارج. اي بروتيكسيون سوسيال يعني جمعيات ديال حمايه المستهلك وحمايه المجتمع الى غير ذلك.
من بعد هاد العوامل اللي شفنا في ما هو سياسي كنمشيو ايكونوميك. دونك ايكونوميك لي فاكتور ايكونوميك اون ان امباكت ديريكت سور لونتربريز اي سور سون مارشي دون اون بو سيتي la richesse économique, le taux de croissance, le pouvoir d'achat, le niveau de vie, le coût de vie, le taux d'inflation, l'épargne et les moyens de crédit. يعني العوامل الاقتصادية عندهم واحد تأثير مباشر على المقاولة وعلى السوق ديالها. دونك يمكن لينا من بين العوامل الاقتصادية كاين عندنا la richesse يعني القيمة المضافة اللي كاينة في الاقتصاد، يعني حجم النمو، نسبة النمو ديال الاقتصاد، يعني القدرة الشرائية ديال المواطنين، ومستوى الحياة ومستوى الدخل الفردي لكل شخص أيضا، وتكلفة الحياة أو يعني واش المعيشة غالية ولا رخيصة، حجم التضخم، يعني المدخرات اللي كاينين عندنا في لي بنك إلى غير ذلك، ووسائل الحصول على القروض من طرف الأبناك. دونك هذه كلها عوامل اقتصادية. دونك لي برينسيبال فاريابل روتوني دون لاناليز. دونك من بين الأمور الأساسية اللي غنعتمدوا عليها في التحليل ديالنا الماكرو انفيرمون في إطار ما هو اقتصادي في إطار الموديل بيستيل، كاين عندنا السيكل ايكونوميك، يعني البرودوي، يعني البرودوي مني، يعني المنتوجات مني كنشريو المادة الأولية حتى كيتم الإنتاج ديالها، حتى كيتم بيعها وتوزيعها وكتوصل عند المستهلك. هاد الدورة هادي ديال هاد الدورة الاقتصادية كيفاش كتكون، واش مزيانة، واش الوقت ديالها كتكون في وقت مزيان إلى غير ذلك. ايفوليسيون دو بي اي بي بي ام بي، يعني التطور ديال الناتج الداخلي الخام أو الناتج الوطني الخام، برودوي انتيريور بروت ولا برودوي ناسيونال بروت. يعني هاد البي اي بي هو يعني المجموع ديال لا فالور اجوتي ديال كاع لي زونتربريز اللي كاينين في السيكتور، يعني المجموع القيمة المضافة اللي كتفرزها لنا الشركات القانونية المعترف بها في الاقتصاد الوطني. الطو دانتيغي يعني النسبة ديال الفوائد، البوليتيك مونيتير يعني السياسة النقدية والمالية ديال الدولة، لو بوفوار داشا يعني قلنا القدرة الشرائية، لانفلاسيون التضخم، الشوماج البطالة إلى غير ذلك، والغوفوني ناسيونال يعني المداخيل الوطنية اللي كتدخل. دونك هذا فيما يخص كل ما هو ايكونوميك. من بعد عندنا سوسيو كولتيغيل، النظام سوسيو ثقافي. دونك لي كاركتيريستيك دو لا بوبولاسيون ديتيرمين لو مارشي دين انتربريز. Les caractéristiques de la population déterminent le marché d'une entreprise. Donc, le khasa est de l'ouahad chab, ou le l'ouahad mjmoua de l'nes, yani, ou ma liki haddou lina, sok de l'ouahad chérika, ou l'ouahad mokawala. Plusieurs éléments peuvent être évoqués, notamment la taille, la distribution géographique, la densité, la mobilité, la répartition par âge, le taux de natalité, etc. دونك كاين عندنا مجموعه من العناصر اللي كاينه في هذا المجال السوسيو ثقافي، بحال الحجم ديال هاد الناس، ديال هاد الشعب، كيفاش متوزعين جغرافيا في البلاد، كيفاش الكثافه السكانيه كيفاش عامله، واش كاين واحد كيتحركوا يعني كاينه هجره داخليه، كاين واحد الحراك داخلي يعني مستمر، يعني كيفاش يعني كيأس بالنسبه للهرم على حساب العمر، واش كاين واحد الفرق كبير ما بين فئات، كاين فئات شابه، فئات كبيره في السن الى غير ذلك، ونسبه الولادات والخصوبه الى غير ذلك. دونك لي برينسيبال فاريابل انفلونسون لو سيكتور، دونك من اهم المتغيرات اللي كتاثر على القطاع اللي كاينين فيه حنايا، كاين عندنا لا ديموغرافي، الديموغرافيه ديستريبيسيون دي روفوني، كيف كيتم توزيع هذوك المداخيل اللي كيدخلهم هذوك الناس، موبيليتي سوسيال يعني الهجره الداخليه، وكيفاش ديك الناس واش كتحرك من الجنوب الى الشمال، من الشرق الى الغرب الى غير ذلك، شونجمون دو مود دو في يعني الناس واش كتبدل طريقه العيش ديالها ومستوى الحياه ديالها، اتيتود بارابور او لوازير او ترافاي، كيفاش الناس كيتعاملوا مع يعني مع العمل ومع الوزير، يعني
واش الناس عزيز عليهم الموسيقى، يحضروا السينما، يمشيوا للرياض، يديروا السبور الى غير ذلك. كونسوميريزم، يعني واش عندنا عقلية استهلاكية، واش الانسان، واش المجتمع كيتقشف، واش عزيز عليه كيشتري غير المسائل اللي هي ضرورية، او لا الشعب يعني هو شعب مستهلك وكيتبع غير الموضة واللي خرجها جديدة كيشريها. دونك الكونسوميريزم كيفاش داير، اي لو نيفو ديدوكاسيون يعني المستوى التعليمي ديال هذيك البوبيلاسيون اللي كاينه في هذاك السوق. دونك هذه كلها عوامل سوسيو ثقافية اللي لازم على المقابلة تعرفها في إطار تحليل بيستيل، في إطار تحليل الماكرو انفيرونمون، يعني اللي كيأثر على الشركة بشكل غير مباشر. دابا جينا للتكنولوجيك، يعني كل ما هو تكنولوجي. دونك لاكسيليراسيون دو بروغري تكنيك انسيت لي زونتربريز ا انفيستير ماسيفمون اون ريشيرش اي ديفلوبمون. يعني التسارع ديال التطور التقني والصناعي كيحتم على المقاولات والشركات انها تستثمر بشكل كبير في البحث وفي التطوير ديال الالات وديال المسائل ديالها. لي برينسيبال فاريابل ا روتونير دو لاناليز. دونك ايضا فيما يخص كل ما هو تقني، اهم المتغيرات اللي كنعتمدوا عليها في التحليل ديالنا في اطار الموديل بيستيل هو ديبونس بيبليك اون ريشيرش ديفلوبمون، يعني حجم النفقات العموميه في اطار البحث والتطوير. يعني الناس واش كاين واحد البحث كاين كيقوموا به المنافسين ديالنا في السوق. انفستيسمون بريفي بيبليك اون تكنولوجي، يعني واش كاين واحد الاستثمار من طرف الشركات القطاع الخاص او القطاع العام في التقنيات وفي الالات الى غير ذلك. نوفيل ديكوفيرت، يعني الاكتشافات الجديده. فيتيس دو ترانسفير تكنولوجيك، يعني واش التطور والتحول التقني والتكنولوجي واش كيتم بواحد السرعه كبيره ولا بواحد السرعه صغيره. مثلا كيكونوا الشركات اللي خدامين معانا في نفس القطاع كيخدموا بواحد الالات اللي ديال الانتاج، في ظرف عام عامين هذوك الالات كيتطوروا وكيبانوا الات اخرين جداد اللي اكثر كفاءه، وبالتالي الالات اخرى كتولي الات قديمه يعني غير لا تسمح ولا تكون في يعني مستوى التنافسيه. دونك حيث حصولك على اله قديمه كتجعل منك واحد الشخص اللي ما كيلبيش الطلب واللي كيبقى متاخر بارابور على الاخرين اللي كيستثمروا في الات جديده. يعني هذا التحول في هذا التطور التقني واش كيتم بواحد السرعه كبيره او لا، على سنين، يعني كل 10 سنوات كيوقع واحد تحول تقني في القطاع او لا تحول تقني كيكون بشكل يومي. لو طو دوبسوليسونس، لو طو دوبسوليسونس يعني امتى مثلا واحد المنتوج ولا واحد البرودوي ولا واحد الاله كيولي كيتعتبر قديم واكل عليه الدهر وشرب. بحال مثلا في قطاع الهواتف المحمول النقال، الشركات دابا لو طو دوبسوليسونس هو عالي بزاف. يعني في ظرف عام عامين 3 سنين واحد الهاتف اللي كان خرج في واحد كيكون توب وكيكون كل شيء باغي يشريه كيولي قديم وما بقاش تنافسي، وكيولي الثمن ديالو كيطيح وكل شيء كيسمح فيه، يعني كيولي قديم، يعني لي برودوي دغيا كيقدامو. دونك حنا خصنا نكونو دائما متبعين الجديد. ايكولوجيك، يعني كل ما يتعلق بالبيئة يعني ما هو ايكولوجي. Les principales tendances d'évolution de l'environnement écologique, c'est-à-dire naturel, susceptibles d'influencer les orientations stratégiques. Donc, grand chose d'abord, يعني آخر صيحات في التطور فيما يخص التطور يعني فيما يتعلق بالبيئة. دونك يعني الاهتمام بالبيئة والاهتمام بالطبيعة، يعني اللي كيقدروا يأثروا في التوجهات الاستراتيجية ديال الشركة. دونك خصنا نعرفوا بان في اطار دونك حاليا دونك البشر قام بمجموعه من التخريبات على مجموعه من القطاعات، ودابا حاليا الشركات اللي هي كتعتبر شركات مواطنه باش تحسن الصوره ديالها في العالم وتسمى انها شركه مواطنه، كتكون شركه يعني خضراء، شركه مساهمه في الحفاظ على البيئه، مساهمه في التنميه المستدامه. دونك كنشوفوا لو موفمون ايكولوجيك، يعني واش كاين عندنا واحد الحراك يعني في السوق ديالنا، يعني كاين واحد يعني السياسات والقوانين كتقول بان خصنا
كل شيء كيخدم واحد الاتجاه ديال الحفاظ على البيئة، فما يمكنش لينا حنا غنجيو ونخدمو في واحد الاتجاه ديال حنا كنخربو البيئة، غتكون الصورة ديالنا وسط دوك المنافسين ديالنا خايبة، وبالتالي الناس غيتخلاو علينا وعلى البرودوي ديالنا. لا بينوري دو سيغتان ماتيغ بروميير، يعني من بين المواد او بعض الشركات اللي كتكون كتحتاج لواحد المادة أولية من أجل تصنيع المنتوجات ديالها، وديك المادة كتكون طبيعية عندها علاقة بالبيئة، دونك خصنا نشوفو واش هاد المادة الأولية واش هي متوفرة أو لا، أنها نادرة وقليل كيفاش نحصلو عليها. دونك هنا خصنا نشوفو كيفاش نحصلو عليها بواحد أقل تكلفة، كيفاش خصنا نحافظو عليها وما نستهلكوهاش واحد الاستغلال اللي هو بشع. دونك لانترفونسيون ايتاتيك اون ماتيغ دو جيستيون دي ريسورس ناتوريل، يعني كنشوفو التدخل ديال الدولة في إطار يعني تدبير الموارد الطبيعية، غوتخيتمون دي ديشي، يعني هذيك المسألة ديال أننا إعادة تدوير النفايات، لو روسيكلاج إلى غير ذلك، كونسوماسيون دينيرجي، يعني كنشوف النشاط ديال الشركة واش غادي واش كيستق واش واش كيستهلك طاقة كثيرة، واش غنستهلكو طاقة الفحم أو الطاقة الشمسية أو الطاقة البديلة. طبعا الطاقة البديلة هي كتكون التكلفة ديالها عالية، ولكن في حين أنها كتكون مستدامة، حيث ملي غادي تولي هذيك الفحم والبترول إلى غير ذلك غيولي نادر، غادي تكون الشركات أو المؤسسات أو الدول اللي توجد في إطار الطاقات البديلة ما غيبقاش عندها هذا المشكل. دونك لوا سور لا بروتيكسيون دو لافيرونمون، دونك أيضا خصنا ناخدو في إطار العمل والنشاط اللي كتقوم به الشركة، الشركة خص تكون عندها علم بالقوانين اللي كتحمي البيئة، دونك بحيث اننا حنا ما نديروش ما يكونش النشاط ديالنا كيخرق القانون باش ما نتعرضوش لمجموعه من المشاكل. وايضا واخيرا من بعد ايكولوجيك مشينا لكل ما هو ليغال، يعني كل ما هو قانوني. دونك ا سو نيفو اون بو سيتي لي فاكتور سويفون، دونك على المستوى القانوني كاين عندنا مجموعه من العوامل ايضا. دونك لوا سور لي مونوبول، يعني القوانين على الشركات المسيطره، يعني الشركات اللي كتكون شاده السوق. دونك دغوا دو ترافاي، يعني كناخذوا بعين الاعتبار قانون الشغل، يعني في التشغيل، في يعني حقوق ديال لي سالاري، يعني الى غير ذلك. ولوا سور لا سونتي، يعني المشاكل، يعني القوانين عندها علاقه بالصحه، وايضا لي نورم دو سيكوريتي، يعني معايير السلامه اللي خصها تكون غدا عليها اذا الشركه ديالنا. دونك الموديل بيستيل كما قلنا مع بعضياتنا، الموديل بيستيل هو واحد الموديل اللي كنعتمدوا عليه في دراسه المحيط العام ديال الشركه، يعني لو ماكرو انفيرونمون. كيف ما كتلاحظوا هنا في هذه الخطاطه، فكتكون الشركه ديالنا والاورغانيزاسيون ديالنا هي في محل يعني هي اللي كيبدا منها التحليل، وكيكون المحيط ديالها في مجموعه من العوامل، كاين العامل السياسي يعني ستابيليتي غوفيرنمونتال، بوليتيك فيسكال يعني الدار الجبايه، النظام الجبائي، كوميرس اكستيريور يعني التجاره الخارجيه، البروتيكسيون سوسيال. من بعد كنمشيو لما هو اقتصادي، سيكل ايكونوميك، ايفوليسيون دي بي ان بي يعني البرودوي ناسيونال بروت، تو دانتيغي، البوليتيك مونيتير، انفلاسيون، شوماج، ريفوني ديسپونيبل. من بعد كنمشيو لما هو سوسيو كولتوريل، في ديموغرافي، ديستريبيسيون دو ريفوني، موبيليتي سوسيال، شونجمون دو مود دو في، اتيتود بارابور او لوازير اي او ترافاي، كونسوميريزم، نيفو ديدوكاسيون. من بعد كنمشيو لما هو تكنولوجيك، يعني لانفستيسمون بريفي بيبليك، فيتاس دو ترانسفير تكنولوجيك، طو دوبسوليسونس، شفنا هادشي مع بعضياتنا، فهادي كنعاودو حنا هادشي كنعاودوه. ليكولوجيك يعني البيئة، لوا سيغ لا بروتيكسيون دو لافيرونمون، روتريتمون دي ديشي، كونسوماسيون دينيرجي، اكسيتيرا. ايضا هو في الاخير عندنا ليغال، يعني المسائل القانونيه، دووا دو ترافاي، ليجيسلاسيون سور لا سونتي، نورم اون سيكوريتي اكسيتيرا. دونك هادي شفنا مع بعضياتنا الموديل بيستيل. دابا غنمشيو للميكرو انفيرونمون، يعني المحيط الصغير ديال المقاوله، يعني العوامل اللي كتاثر على المقاوله بشكل مباشر. دونك ميكرو انفيرونمون، دونك لو ميكرو انفيرونمون اي لانفيرونمون سبيسيفيك دو لونتربريز كونستيتوي دو سي بارتنير كي اون سور ال اون انفلونس ديريكت. يعني ميكرو انفيرونمون
الميكرو انفيرونمون هو هذاك المحيط الخاص بالشركة اللي كي تكون من الشركاء ديالها اللي كي أثروا عليها بشكل مباشر. Il s'agit donc d'analyser le marché de l'entreprise qui est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. يعني في هذه الحالة كندرسوا بشكل خاص السوق ديال المقاولة ديالنا اللي هو كيتعتبر مكان التقاء الطلب بالعرض. العرض بالطلب. Donc ceci étant l'analyse du marché passe principalement par l'étude de ses composantes, à savoir la demande et l'offre. Donc في إطار دراسة السوق كندرسوا بشكل يعني أساسي المكونات ديال السوق وهو الطلب والعرض. Au niveau de la demande figure les clients. يعني فيما يتعلق بلا دوموند يعني بالطلب كاين كندرسو بشكل خاص الزبناء ديال الشركه. او نيفو دو لوفر فيغور لي كونكورون لي ديستريبيتور اي لي فورنيسور. يعني على مستوى العرض كاين عندنا المنافسين الموزعين اللي كيوزعوا علينا المنتوج ديالنا والممولين اللي كيمولونا بالماده الاوليه او لا بالمنتوجات اللي غادي حنا نعاودو نقلبو فيها البيع. دونك غنبداو بلا دوموند. غنبداو بلا دوموند. دونك لا دوموند الطلب. دونك افان دو ميتر اون اوفر اون استراتيجي كي بيرميت داميليوري سا بوزيسيون سور سون مارشي بوتونسييل لونتربريز دو اناليزي لي انديكاسيون كوانتيتاتيف اي كاليتاتيف لي ا لا دوموند. دونك باش الشركه دير واحد الاستراتيجيه اللي كتمكنها باش تحسن من الموقع ديالها ومن المكانه ديالها في السوق اللي محتمل انها تدخل ليه او لا اللي هي فيه اصلا. الشركه خاصها دير واحد التحليل مجموعه من المعطيات يعني الكميه والكيفيه اللي عندها علاقه بالطلب. دونك لاناليز كوانتيتاتيف دو لا دوموند. يعني كنديروا واحد لاناليز ديال الكميه ديال الطلب يعني كوانتيتاتيف. دونك لونتربريز دو مني اون ايفالواسيون كوانتيتاتيف دو لا دوموند pour mesurer l'attractivité de son marché et faire des prévisions de vente. يعني المقاولة خاصها دير واحد التحليل يعني كمي الطلب من أجل قياس ويب. دونك كندير واحد التحليل يعني كمي ديال الطلب باش اننا كنقوم بقياس جاذبيه الشركه بالنسبه جاذبيه المارشي ديالها انها اللي خدامه فيه. واش الناس عندهم اقبال على هذاك المارشي، عندهم اقبال على هذاك السوق باش انها دير توقعات للبيع. دونك اون ديستانج لي ديفيرونت بوبولاسيون دو بيرسون سولون لور ريلاسيون افيك لو برودوي. يعني كنديروا واحد التفريقه ما بين جميع يعني الناس انواع الزبناء يعني اللي على حساب علاقتهم بهذاك المنتوج. دونك في البدايه كنطلقوا من هذاك لو مارشي ناسيونال يعني السوق الوطنيه كامله. يعني جميع لو مارشي ناسيونال يعني السوق الوطنيه كامله. هذاك لو مارشي ناسيونال فيه جوج انواع. فيه مارشي بوتونسييل دي برودوي يعني هذاك السوق المحتمله للمنتوج ديالنا اللي مفترض انها كاينه. وكاين عندنا لي نون كونسوماتور ابسولي يعني الناس اللي عمرهم ما كانوا زبناء ديالنا وعمرهم هما ماشي زبناء ديالنا وعمرهم ما غيكونوا زبناء ديالنا في المستقبل. يعني بحال مثلا واحد الدوله اللي فيها يعني الناس اللي هما يا كاينين مسلمين وكاين الناس اللي هي من ديانات اخرى. وكاين مثلا الشركه ديالنا مثلا هي واحد الشركه اللي البرودوي ديالنا حنايا هو البرودوي ديال الناس اللي متخصصين في الخمور يعني في المشروبات الروحيه، اذا في النبيذ الى غير ذلك. دونك ملي كنجيو نشوفوا المارشي ناسيونال كاين عندنا المارشي بوتونسييل دي برودوي. يعني المارشي بوتونسييل دي برودوي هما دوك الناس اللي من ديانات اخرى اللي مسموح لهم انهم يشربوا الخمر او لا انهم واخا داخلين الاسلام ولكن كيكونوا عاصين يعني اللي ما يمكنش انه يعني كيقوم بالاخطاء. ماشي مشكل في هذا الاطار. هذا هذوك كيكونوا ممكن يشتريوا البرودوي ديالنا. كاين لي نون كونسوماتور ابسولي يعني واحد الشخص اللي
ما كيشربش، يعني اللي مسلم اللي حرام يعني بالنسبة لي هو أنه يشرب هذاك الشراب، فبالنسبة لنا حنايا يعني كيعتبروا بأن هذاك الشخص عمره ما غادي يكونسومي برودوي ديالنا بشكل دائم، يعني لا دابا ولا غدا ولا بعد غدا، فهذاك ما داخلش. دونك هذوك الناس اللي هما في مارشي بوتونسييل اللي ممكن كاينين لي مارشي اكطويل دي برودوي، يعني الناس اللي هما حاليا كي كونسوم البرودوي، وكاينين لي نون كونسوماتور غولاتيف، يعني بعض الاشخاص اللي ما كيكونسوميوش البرودوي حاليا ولكن يمكن ليهم يكونسوميوه من هنا لقدام، يعني بعض الاشخاص اللي يمكن يكونسوميوه من هنا لقدام، يعني يقدر واحد الشخص يبدل الديانة ديالو ويدخل في شي ديانة أخرى ولا الله أعلم، المهم يولي يكونسومي هذاك البرودوي. دونك من بين الناس اللي مارشي اكتويال دي برودوي، الناس اللي كيكونسوميو حاليا هذاك البرودوي بالنسبة للمارشي، كاينين الناس مارشي اكتويال دو لونتربريز، يعني الناس اللي كيشتريو البرودوي ديال لونتربريز ديالنا حنا حاليا، وكاينين الناس يعني كليون دي كونكيرون، يعني الناس اللي كيشتيو اللي تا هما كي كونسوميو البرودوي ولكن ما كيشتيوش البرودوي ديال الشركة ديالنا حنا، وانما كيشتيو البرودوي ديال المنافسة ديال المنافسين. دونك اولا دونك باش نبداو، في الاول كيكون عندنا يعني المارشي يعني ديال الناس يعني اللي السوق الوطنية، يعني الناس كاملين، يعني قاع المارشي ناسيونال. أنا ليا كاينين الناس اللي كاينين الناس اللي عمرهم ما غاديين في هذاك المارشي ناسيونال، كاينين بعض الناس اللي عمرهم ما غيكونسوميو هذاك البرودوي كيما بغا يكون، سواء من عندنا حنا سواء من عند أي شركة أخرى. يعني مثلا المجال ديال الخمور، كاين واحد الناس اللي عمرهم ما غادي يكونسومي هذاك الخمر، وكاين الناس اللي يقدروا يكونسوميو الخمر. هذوك الناس اللي يقدروا يكونسوميو هذاك الخمر، كاين الناس اللي كيكونسوميو الخمر حاليا، وكاين الناس اللي ما كيكونسوميوش ولكن يقدروا يكونسوميو من هنا لقدام. من بين هذوك الناس اللي كيكونسوميو حاليا الخمر، كاين الناس اللي كيكونسوميو الماركة ديالنا حنا، البرودوي ديال الشركة ديالنا، وكاين الناس اللي كيكونسوميو البرودوي ديال المنافسين ديالنا، يعني الشركات اللي هما دي كونكيرون. دونك هادي لاناليز كونتيتاتيف ديال لا دوموند، دونك كيلكو انديكاتور دو ميزور دو دوموند، يعني بعض الـ يعني المؤشرات من اجل قياس الطلب. كاين عندنا البارك، دونك بارك عندنا لونسومبل دي بيان دو ميم ناتور دون ديسبوز اون بوبولاسيون اون انتربريز، يعني البارك هو مجموع هذوك المنتوجات نفس الطبيعة اللي بحال يعني اللي كتوفر عليهم واحد الشعب ولا واحد مجموعة من الناس ولا واحد المقاولة. طو ديكيبمون، لو طو ديكيبمون هو دوموند اكتويال على البوبولاسيون توتال، يعني طو ديكيبمون كنشوفو لا دوموند اللي كاينة حاليا على المجموع ديال المارشي، يعني على البوبولاسيون كاملة. كاين طو دو بينيتراسيون، يعني نسبة الاختراق، يعني هي اش كتساوي، هي دوموند اكتويال على دوموند بوتونسييل، يعني الطلب اللي كاين حالي على الطلب اللي ممكن يكون في المجمل، يعني المحتمل او يعني النظري المترقب. دونك طو دو رونوفلومون، طو دو رونوفلومون يعني نسبة التجديد، والفوليم داشا دو رومبلاسمون على الفوليم دي زاشا توتو، يعني طو نسبة التجديد هو الحجم ديال المشتريات، يعني كي كتشري واحد البرودوي كأنك ماشي كتشري أول مرة، وإنما كيكون عندك واحد البرودوي وكتبدليه، كتشري برودوي جديد على الفوليم دي زاشا توتو، على كاع المشتريات اللي كاينين، يعني سواء غيشري أول مرة سواء غادي يبدل. دونك مثلا بوغ لوطوموبيل، un taux de renouvellement de 30% dans une année N signifie que 30% des automobilistes ont acheté une nouvelle voiture cette année. Donc, قالك بالنسبة للقطاع ديال السيارات، قالك واحد النسبة ديال الجديد ديال 30% بالنسبة لواحد السنة N، كيعني بأن 30% ديال هذوك الناس اللي ديجا كانت عندهم واحد السيارة شراو واحد السيارة جديدة هذا العام. دونك هذا هو الطو دو رونوفلومون.
هنا عندنا لاناليز كاليتاتيف دو لا دوموند. لاناليز كاليتاتيف دو لا دوموند، دونك لاناليز كاليتاتيف يعني كندرس الكيفيه والجوده ديال الطلب. Les informations obtenues lors de l'approche quantitative du marché sont exprimées par des données chiffrées. يعني المعلومات اللي كنحصلوا عليهم في اطار هذاك التحليل الكمي ديال السوق هي معلومات كنعبروا عليها بارقام. Lors de l'approche qualitative, il ne s'agit plus de mesurer mais de percevoir et comprendre les raisons des comportements des consommateurs observés. يعني ملي كنكونوا في اطار تحليل الكميه وتحليل الكيفي وتحليل الجوده، فهنا ما كنبقاوش نحسبوا شحال هادي، شكون هما المارشي ديالنا، شكون هما المارشي ديال الكوكيرون اكسيتيرا، والا ما كنبغيو نديروا واحد الادراك واحد الفهم الاسباب السلوكات الاستهلاك بالنسبه لهذوك الناس اللي كيستهلكوا. شنو هي الاسباب وشنو هما الاسباب، شنو هي اللي كتكون وراء هذاك السلوك الاستهلاكي ديالهم. Les informations qualitatives et quantitatives sont complémentaires. يعني يجدر لنا الإشارة بأن المعلومات الكمية أو الكيفية أو الجودة هي معلومات كتكمل بعضياتها. Donc ainsi, avant d'envisager une stratégie, il est indispensable de s'assurer qu'il soit en harmonie avec les besoins et le comportement des consommateurs auxquels l'entreprise s'adresse. Donc هنا قبل ما نبدأ ندير واحد الاستراتيجية ضروري انني خصني نعرف بانه راه كاين واحد التجانس، واحد 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 الموائمه، واحد التجانس ما بين الاحتياجات لي بوزوان ديال المستهلكين وما بين السلوك، يعني ما بين واحد الموازنه، واحد التناغم ما بين الحاجيات والسلوك ديال المستهلك اللي هذيك الشركه غادا تبيع ليه هذاك البرودوي. دونك واحد الشركه غادا تبيع واحد البرودوي خاصها تعرف يعني الموازنه والهارموني اللي كاينه ما بين الحاجيات والسلوك ديالو. دونك il s'agit donc de cerner les déterminants de ce comportement. يعني خلينا نعرفوا ونسطروا بخط احمر على شنو هما المحددات ديال هذا السلوك اللي كيدفع هذا المستهلك انه يستهلك البرودوي. Donc les besoins, les attentes, les désirs, les motivations et les freins d'achat, les critères de choix, le processus de décision des consommateurs, les facteurs qui influencent l'achat, les situations d'achat, le profil du consommateur et leur habitude de consommation. يعني باش كنحددوا السلوك ديال هذاك المستهلك خصنا نعرفوا شنو هما الحاجيات ديالو، شنو كينتظر منا حنايا، شنو هما الرغبات اللي عنده، يعني هذاك لو بوزوان ديالو كيفاش داير، يعني سبيسيفيك بحال مثلا بون جوان دو مونجي، واش هو باغي مونجي شي حاجه دي لوكس ولا شي حاجه عندها واحد النكهه خاصه. دونك شنو هما المحفزات ديالو، لي موتيفاسيون اللي كيدفعوا، شنو هما لي فران، يعني العكس لي فران هما العكس ديال لي موتيفاسيون، الحاجه اللي كتحبسو ما كتخليهش يشري. لي كريتير شنو هما، كيفاش كيعزل وكيختار هذاك البرودوي، شنو هما على اي خصائص كيتبازا. لو بروسيسيس دو ديسيزيون كيفاش كيقرر، شكون هما الناس اللي كيدخلوا في هذيك لا ديسيزيون، يعني شنو هما العوامل اللي كتاثر على انه يشري، كيفاش كل حسن شنو هما المواقف اللي كيشتري فيها، واش شنو هي لا سيتوياسيون اللي غادي يشتري فيها، هذاك الشخص شكون هو، شنو هي العادات ديالو، كيفاش كيستهلك بشكل عام. يعني كنعرف عليه مجموعه من المعلومات. دونك هنا الاصدقاء ديالي، باش دابا حنا باقين في اطار لاناليز دياغنوستيك انترن، شفنا لاناليز ديال الماكرو انفيرونمون، مشينا للميكرو انفيرونمون، شفنا لاناليز ديال لا دوموند، لاناليز كوانتيتاتيف، لاناليز كاليتاتيف، دابا بقات لينا لوفر، لاناليز دو لوفر. باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف دونك غادي نتوقف هنايا، ومن بعد في فيديو اخر غادي نكمل لاناليز ديال لوفر باش نساليو مع دياغنوستيك انتر، مع دياغنوستيك جو سوي ديزولي، مع دياغنوستيك يعني اكسترن، وندوزو دياغنوستيك انتر وغنكملو ان شاء الله، نشرحو كاع لي زيتاب ديال ديمارش استراتيجيك. دونك غنوقف الفيديو هنايا، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. الى ما عجبكمش الفيديو ما ديروش ليه جيم،
ديروا جو نيم با وما تبارطاجيوش مع الاصدقاء ديالكم. دونك الا بغيتوا تستقبلوا المزيد من الفيديوهات ابوناو لاشين باش تستقبلوا المزيد ديال الفيديوهات، وكنتمنى لكم التوفيق. والمعلومه راه ولات متوفره حاليا في الانترنت، راه جوجل يوتيوب، يعني حنا كنحاولوا هنايا غير نبسطوا بعض المفاهيم باللغه يعني الدارجه، وكنتناقشوا مع بعضياتنا باش نقربوا المعلومه من الاصدقاء بابسط طريقه ممكنه. نتمنى لكم التوفيق ومع السلامه، والى فيديو قادم ان شاء الله.